نرحب بكم من جديد مشاهدينا. حوالي 3 ساعات إلا 10 دقائق منذ بدأت الاستفتاء، بدأ مراسم الاستفتاء أو بدأ فعاليات الاستفتاء وفتحت اللجان أبوابها للمواطنين ليقولوا نعم أو ليقولوا لا على استفتاء دستور مصر 2012. حتى الآن وكل الملاحظات اللي بتجيلنا من خلال مراسلين المتواجدين في محافظات الجمهورية العشرة اللي فيها الاستفتاء النهاردة، التأكيد على أنه بالمقارنة باستفتاء مارس 2011 والانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة العدد أقل كثير، ولكن البعض بيرجئ ده إلى بعض حالات الخوف، القلق، الإحباط ربما، أو أنه الناس واحنا كشعب مصري احنا بنحب ان احنا ننزل براحتنا ربما فيما بعد الظهر، او انه كان في بعض من المخاوف من عمليات العنف خاصة بعدما استمرت حتى مساء الامس. حتى الان الامور كانت هادية، ولكن الحقيقة على البوابة الالكترونية لجريدة الوطن لدينا خبر عاجل ومؤسف، سقوط اول قتيل في الاستفتاء على الدستور في أسيوط. كتبوا محمد مالك: لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بمدرسة الهلال الأحمر بأسيوط خلال استفتاء على الدستور إثر تبادل إطلاق النار بين عائلتين بمركز منفلوط بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين، وأدى ذلك إلى تأخير فتح اللجنة. إذن الأمر كما يعني اتضح من الخبر متعلق بخصومة ثأرية وليس متعلقا بعملية الاستفتاء على الدستور. طبعا مركز منفلوط اللي كان فيه أيضا مركز الحواتكة اللي كان في المأساة الأخيرة اللي لقى عدد كبير من أطفالنا مصرعهم في مأساة القطار واللي دهس الأوتوبيس، بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من المظاهرات والمظاهرات المضادة، مظاهرات مؤيدة، مظاهرات ومسيرات رافضة، سواء للإعلان الدستوري أو للدستور أو للسيد الرئيس. كيف من الممكن أن يسير اليوم النهاردة وما أفق إعادة الصف مرة أخرى بعيدا عن الاستقطاب؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا العزيز دكتور عمرو الشبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. كيف ترى المشهد اليوم؟ يعني المشهد اليوم مشهد ضعف الإقبال على الاستفتاء النسبي على الأقل حتى الآن، مش هنقدر نفصله عن اللي شفناه طوال الأسابيع الأخيرة. يعني احنا شفنا حالة استقطاب حاد موجودة في الشارع، شفنا مواجهات دموية، شفنا حالة من حالات عدم التوافق على نص أو مسودة الدستور، شفنا أيضا انطباع لدى قطاع واسع ممن سيصوتون بلا بأنه في معظم المجتمعات مش بس المجتمع المصري هناك ثقافة النعم اللي بتبقى غالبة على التعامل مع الاستفتاءات، انه غالبا بتبقى النتيجة بنعم، فربما يكون ايضا جزء من الناس اللي هيصوتوا بلا يعني أثاروا عدم النزول وفضلوا خيار المقاطعة. لكن الحقيقة خلينا نقول أنه مشهد عدم الإقبال على الانتخابات على الاستفتاء النهاردة هو بيعكس إحباط من المسار السياسي، إحباط من السلطة السياسية، إحباط من الطريقة كمان اللي تم بيها التعامل مع موضوع الدستور وتم التعامل معه بمنطق الأغلبية اللي هي مشروعة لما نيجي نشكل حكومة. الأغلبية من حقها أنها تشكل حكومة تنتخب رئيس جمهورية، لكن عند لحظة كتاب الدستور كان يجب أن يكون دستورا توافقيا يعبر عن كل أطياف المجتمع، وتم التعامل بدرجة من الاستعلاء والصلف في التعامل مع المسودة أو نص الدستور باعتبار هي يعني تقريبا الحقيقة المطلقة. المعارضين دول مشككين وأصحاب حملات تشويه وأجندات وما إلى ذلك وكل هذا الكلام. يعني في النهاية الناس اللي اعترضت على الإعلان الدستوري وجي الرئيس بعد كده ألغاه ورغم كده تحملوا إهانات، وطب ما هو جي في النهاية رئيس الجمهورية أنها ألغاه أيا كان، يعني انه في النهايه الالغاء لم يلغي الاثار المترتبه عليه لكنه الغى.
فبالتالي ال 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 التعامل مع الدستور والدفاع عنه بهذه اللغة، بالعكس هي دي اللغة المباركية في الحقيقة، اللغة النظام القديم في التعامل في أي شيء بتقدمه السلطة السياسية، وكأنه نقده أو الاختلاف معاه أو مناقشته أو رفضه حتى لأسباب قانونية أو سياسية، مسألة يجب أنها تبقى مقبولة ومقننة. طب تفسيرك يعني دكتور عمرو الشبكي، حضرتك أستاذنا ومتواجد ومراقب ومحلل ويعني متفاعل مع الوضع وقت نظام مبارك وبعد مبارك وفي فترة إدارة الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري والآن في فترة مرسي، كيف ترى الوضع وكيف ترى هذا التعامل؟ يعني طالما تحدثنا وربما لسنوات طويلة عن هذا الظلم الذي كان واقع على جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة المحظورة، هذا اللفظ الذي كنا يعني نسخر منه كثيرا وأنها جماعة موجودة وشرعيتها موجودة يعني مستمدة من وجودها على الأرض، وهذا ما تحدث عنه نفسه دكتور البرادعي الذي يعني يتحمل الكثير منهم الآن وهو يعني في مرمى نيرانهم، كيف يتحول الضحية إلى جلاد ويتخذ من يعني أساليب جلاده أو الذي ظلمه من قبل كأسلوب لإدارة العملية السياسية الآن؟ للأسف الشديد ده طبعا راجع لمجموعة من الأسباب، منها طبعا الجانب الأكبر يتحمله جماعة الإخوة المسلمين ونمط التفكير السائد داخل الجماعة حتى الآن، ولكن أيضا ربما يتحملوا أطراف أخرى منها المجلس العسكري للطائرات المدنية في أننا لم نعي أهمية أن نضع الدستور أولا، وهنا الدستور أولا أو دستور 71 معدل أولا، وأنا كنت من الناس اللي قالوا ده مبكرا رغم أنه كان في مزاج ثوري يتحدث على ضرورة إسقاط دستور 71 وأنه النظام سقط ولابد من إسقاط الدستور معه، ودي كانت خطاب بعض الطائرات المدنية، وأنا في الحقيقة كان رأيي غير كده، رأيي أنه إذا لم نستطع أن احنا نعمل دستور قبل الانتخابات دستور جديد يبقى نعدل دستور 71، وده حصل في تجارب كثيرة جدا لأنه هذا الدستور مدني، قواعد وفلسفة نظام الحكم فيه بتقوم على فلسفة مدنية، وفي خلل فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وإدارة السلطة التنفيذية، وبالتالي كان يمكن أن نعدل دستور 71 ونستمر. فكرة أن يصل تيار سياسي ظل أكثر من 80 سنة خارج دائرة الحكم، يعني في بعض الفترات كان قانوني وشرعي ومن 54 أصبح خارج إطار القانوني والشرعية القانونية، يصل إلى الحكم وبلد ما فيهاش دستور ولا قواعد قانونية واضحة لإدارة العملية السياسية، توقعي منه كثير للأسف سلبي. ربما المشهد كان هيختلف لو احنا عندنا دستور وانه الإخوان المسلمين وصلوا للسلطة على دستور وعلى قاعدة قواعد سياسية وانتخابية واضحة، هنا كانوا هيبقوا مضطرين زي ما حصل في تجارب كتير انهم يلتزموا بهذه القواعد، لكن للأسف الشديد هم اللي وضعوا هذه القواعد أو كانت بصمتهم هي البصمة الغالبة على وضع الدستور وعلى وضع القواعد اللعبة، وما فيها بقى اللي هيترتب عليه الأخطر اللي هو قانون الانتخابات اللي ممكن يتفصل على مقاس طيار بعينه، نسبة 50% عمال وفلاحين اللي أضيفت بليل زي ما كان، وإحنا عارفين أنها لا تعبر عن العمال والفلاحين زي ما كان بيحصل أيضا في العهد السابق عشان يعني ترتيبات انتخابية. فأنا رأيي في جزء بيتحمله الواقع اللي احنا في النهاية لم نتفق على الأساس قبل ما يوصل أي فصيل للسلطة، لما وصل هذا الفصيل بنتيجة وجوده حوالي 60 سنة خارج الشرعية القانونية ووجوده في 30 سنة في فترات اضطهاد، وزي ما ذكرتي حضرتك ان احنا كنا طول الوقت بندافع عن حق الإخوان ان هم يبقوا جزء من العملية السياسية ورفضنا رفض بات وصف الجماعة المحظورة وكل هذه الاتهامات المضحكة واللي كانت مثيرة للرفض والاشمئزاز حتى في الفترة السابقة، لكن للأسف الشديد لما أصبحت في إيديهم السلطة تعاملوا مع موضوع الدستور بمنطق الغنيمة إنه في الآخر لازم يبقى لنا أغلبية ولازم نوظف الشريعة في المعارك
او في الاوقات اللي هي ما فيش فيها معركه حوالين الشريعه، احنا بنوظفها لاغراض سياسيه عشان يجوا عدد من السلفيين حسن النيه انه يشاركوا في مليونيه الشريعه والشرعيه، واحنا عارفين انه الشريعه ما هياش محل نقاش وليست هي محل خلاف. الخلاف الحقيقي على انه في جماعه بتحكم ترغب في الاستبداد والاستئثار بالسلطه، موضوع ليه علاقه بالذراع على السلطه وليس ذراع على الشريعه. وبالتالي كل هذه الافكار وكل هذه الممارسات اللي مورست من قبل في سته اشهر من قبل الجماعه افقدت جزء كبير جدا من الراي العام الثقه في قدرتهم على الاداره، لانه في فرق يا استاذه دينا، فرق كبير جدا بانه يبقى موهبتك وقدراتك في انك انت تحافظي 85 سنة على تماسك الجماعة او تهربي من جهاز امن الدولة، او انك انت تحافظي على تماسكك التنظيمي وعلى وحدة الجماعة اللي كان بالنسبة لهم هدف سامي وعظيم، وبين إدارة مؤسسات الدولة وبين الحكم وإدارة هذه المؤسسات. عشان كده كتير مننا بيلاقي بعض تعليقات قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانهم لسه في المعارضة، يعني يقولك أصله مش عارف الدولة مش عارف. أنت المسؤول قدامي أنك تدور مؤسسات الدولة، تخلي الداخلية تشتغل، تتصالح مع القضاء وتحترم استقلالهم، تدور الجهاز الإداري للدولة وتصلحه كمان. لكن أنك أنت فشلت في كل ده يبقى دي مسؤوليتك انت، مش مسؤولية الدولة العميقة ولا فلول مبارك ولا لا، ده مسؤوليتك انت انك فشلت في ادارة هذه المؤسسات وفشلت في اصلاح هذه المؤسسات. دي مهمتك انت، مش في المعارضة قاعد لسه جوه تنظيم سري وانت النهاردة في الحكم، وبالتالي مسؤوليتك انك انت تتعامل مع كل هذه المؤسسات وتصلحها. طيب اسمح لنا دكتور الشبكي، هنروح لأسيوط وزميل اسلام رضوان مراسل سي بي سي في أسيوط. صباح الخير يا إسلام، هل لديك أي تفاصيل عن هذه الحادثة، حادثة القتل اللي تمت في مركز منفلوط؟ طيب فقدنا الاتصال مع إسلام، ولكن نؤكد مرة تانية على الخبر اللي منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن، سقوط أول قتيل في الاستفتاء على الدستور. تفاصيل الخبر بتؤكد على أنه شخص لقي مصرعه وأصيب اثنين بمدرسة الهلال الأحمر بأسيوط خلال الاستفتاء على الدستور إثر تبادل إطلاق النار بين عائلتين، والحقيقة أنه كان هناك خصومة ثأرية بين العائلتين أدى ذلك إلى تأخير فتح اللجنة. إذن الخصومة الثأرية أدت إلى تأخير فتح اللجنة، أثرت على الاستفتاء ولكنها لم تكن بسبب الاستفتاء على الدستور. كثير من الأمور جرت خلال الأسبوعين الماضيين دكتور الشبكي، منذ الإعلان الدستوري وهذا الرفض العارم الذي جاء ضده، وحالة من حالات التمسك والحديث عن لن يكون هناك تحرك قيد أمولة عن ما يتعلق بالمواد الإعلان الدستوري، ولكن فيما بعد في إلغاء للإعلان الدستوري، ولكن ده كما بعد في بحور من الدماء وشهداء مصريين ومصابين مصريين. لا نريد أن نقسم كام هنا وكام هنا، ولكن في النهاية هو خسارة لمصر في شبابها. بالإضافة إلى الكثير من الأمور، هل هناك وعي من جانب قيادات الجماعة وقيادات حزب الحرية والعدالة لهذا الثمن الباهظ الذي يدفع نتيجة هذه السياسات؟ هل هناك فرصة ليقفوا ليناقشوا ليسمعوا رأي آخر قد يأخذوه بعين متروية وهادئة ليراجعوا بعض الخطوات؟ يعني ده ما نأمله، بس حتى هذه اللحظة هم بيستمعوا لأنفسهم فقط. يعني وبالتالي هو في يعني رغبة وإحساس بالقوة وإحساس إن هو يدخلوا في المعركة حتى النهاية، وحتى التصريحات اللي بتيجي بتتكلم عن ساعة الصفر وعن الدماء التي ستسيل وعن 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 مؤامرات انه مش عارف من اول الداخلية بتتآمر والحرس الجمهوري والدولة العميقة، ويعني كل هذه المفردات اللي هي ما بتجاوبش على السؤال الرئيسي، هل انتوا نجحتم في الست اشهر؟ ما حدش كان بيقول انه انت في خلال الست اشهر هتحول مصر وتحل كل مشاكلها، لانه جزء كبير احنا متفقين جزء من تركة النظام السابق، لكن على أقل في الستة أشهر دول كان مطلوب منك أنك تدي رسالة أمل للمجتمع المصري أنه في نوايا حقيقية للإصلاح، أن احنا ابتدينا نصلح
أشياء بعينها، لكن الحقيقة ده ما حصلش. وللأسف الشديد لازال كل خطاب قيادات الجماعة حتى هذه اللحظة هو خطاب لا يرى أنه هو جزء من المشكلة. هو بيحمل الآخرين والأطراف السياسية الأخرى مسؤولية ما يجري، وقد يكون بعض هذه القوى بتخطئ أيضا أحيانا، لكن في الحقيقة مسؤولية من في الحكم أكبر بكثير من مسؤولية الآخرين. وعليه بهذا المعنى أنه هو يشوف هو إيه اللي فشل في إدارة دولة على مدار 6 أشهر. يعني أنا أعتقد أنه هو مش عادي. مين قال أنه المؤسسات في مصر مش محتاجة إصلاح؟ مين قال أنه الإعلام مش محتاج إصلاح؟ مين قال أنه السلطة القضائية مش محتاجة إصلاح؟ لكن هو الرسالة اللي عملها ما كانتش رسالة إصلاح، هي رسالة أن أنا بجيب الناس اللي محسوبين عليا أو القريبين مني، بغير وزير محسوب على الحزب الوطني وأجيب وزير محسوب على الإخوان المسلمين، لكن نفس السيستم القديم ونفس المنظومة القديمة بتدار بنفس الطريقة. نفس الحكاية في القضاء، أنه أنت ابتديت من بغير النائب العام، لأن أنا بجيب نائب عام بتصور أنه هو قريب أو باب أنا اللي مختاره، يعني في النهاية هو اللي مختاره مش السلطة القضائية، السلطة التنفيذية. ونبتدي وتدار المؤسسة بهذه الطريقة دون أي تصور لإصلاحها. وبالتالي أنا مشكلة الإخوان المسلمين أنه في ال6 أشهر دول والقيادات الجماعة أنه الرسائل اللي قدموها للمجتمع هي رسالة هيمنة مش طمأنة، أن أنا بغير الناس اللي كانوا محسوبين أو مختلفين معايا وأجيب ناس محسوبين عليا أو مقربين مني، لكن بدير نفس المؤسسات بنفس الطريقة القديمة، هي نفس المنظومة القديمة لا تتغير، لكن يتغير الرأس، فيبقى بدل مكان في المكان الفلاني يبقى نجيب واحد مقرب مننا. وأنا رأيي ما لم يكن هناك وعي لدى الجماعة ومؤسسة الرئاسة بأنه في مشكلة في إدارتهم للدولة وفي تعاملهم مع القوى السياسية، وأن المشكلة ما هياش مؤامرات وما هياش أنه الصحف الإسرائيلية هي اللي بتشتم في الدستور زي ما تقال امبارح، وبالتالي يبقى كأنه المعارضين للدستور هم امتداد لما تقول الصحف الإسرائيلية. أنا رأيي أنه عيب ومخجل، وده بيدل أن احنا مش بنتعلم حاجة. احنا علينا نتعامل مع آراء القوى السياسية اللي جزء كبير منها في الحقيقة واجه الإعلان الدستوري وواجه الدستور، وفي نفس الوقت كان حريص انه يحترم انه في رئيس منتخب، وانه الدعاوى لإسقاط إسقاط الدستور وإسقاط الإعلان الدستوري. وطبعا يعني هذا الذي وصفته بالمخجل والعيب أدى في النهاية إلى وجود شرخ. كيف من الممكن أن يكون يعني مستقبل المجتمع المصري والشارع المصري، سواء كانت الإجابة في الصندوق بنعم أو بلا، في ظل تداعيات هذه السياسات؟ ده هنتكلم فيه مع دكتور عمرو، ولكن بعد ما ناخد أستاذة مها عبد الناصر من داخل غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني. صباح الخير أستاذة مها. أستاذة مها، أهم ما رصدتوه في الجبهة خلال سير عملية الاستفتاء؟ بصي حضرتك، في كذا حاجه. اولا من اهم الحاجات الموجوده ان في صناديق كتير في المحافظات المختلفه مش متشمعه مش مقفوله. في الحبر الفوسفوري بيزول بسرعه جدا، بتروح تغسل ايدها ما بتلاقيه راح، يعني فده مش ما تقريبا زي قلته. في ناس اسمائها مش موجوده جوه اللجان، يعني هم بيلاقوا اسمائهم مدرجه في الكشوف الانتخابيه اللي موجوده على الانترنت وموجوده في الكشوف بره اللجان، لكن لما بيدخلوا علشان يوقعوا ما بيلاقوش كشوفهم، والسادة القضاة اللي موجودين جوه بيحاولوا يزودوا الاسامي ديت، فده طبعا لخبطه اداريه غريبه جدا. بعض الاماكن ما فيهاش اوضاع، فيها موظفين بس. طبعا بقى الملاحظ بشكل غير يعني اي لجان بالظبط فيها موظفين بس وما فيهاش قضاء؟ استاذه مها، ممكن اطلع لحضرتك بالظبط الاسامي اللي ما فيهاش، المدارس اللي ما فيهاش اوضاع. ثانيه واحده هطلع لحضرتك. المشرف موظف بنيابة، ده اسكندريه منتزه اول، مدرسه البكاتوش سيدات، لجنه 28. مدرسه في مدرسه البكاتوش سيدات البكابوش، وفي مدرسه محمد سعد لجنه 103 في قسم منتزه اول في اسكندريه برضو. موظفين في النيابه العامه مش قضاة، يعني المشرفين موظفين في النيابه العامه. موظفين في النيابه العامه، في القاهره وفي بالذات في مصر الجديده، في كذا مدرسه في الطبري وفي المدرسه التجاريه. القضاة رفضوا ابراز هوياتهم وبيزعقوا في الناس وبيقولوا لهم لما اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه يطلع بره، حاجات كده.
برضه في مدرسه صلاح الدين في مصر الجديده، في مدرسه الطبري، في مركز تجمع شباب اول، في مدرسه صقر قريش في النزهه، في مدرسه طبر الاعداديه، يعني في اكتر من مكان. الملاحظ كمان حضرتك ان كل المراقبين اللي جوه كلهم اللي واخدين تصريح من المركز القومي لحقوق الانسان كلهم ينتموا لجماعه الاخوان. ما فيش حد خالص من الـ من الـ من الـ اي تيارات ثانيه غير جماعه الاخوان. طب هل رصدتوا مثلا رفض دخول بعض ممن يحملون التصاريح؟ حضرتك ممكن تكلمي المنظمات الحقوقيه، هم رفض دخولهم وخرجوا يعملوا محاضر في الاقسام في اماكن كتير جدا. يعني هل ينتموا فقط لجماعه الاخوان المسلمين او لحزب الحريه والعداله ولا لتيارات اسلاميه مختلفه؟ لا، جماعه الاخوان. جماعه الاخوان تحديدا. تحديدا. في ملاحظه عامه في الشرقيه انه ورقه التصويت غير مختوم والقضاه بيرفضوا التوقيع على بطاقات التصويت، يعني الناخبين بيروحوا، لان احنا يعني مديين تعليمات واضحه ان لازم الورق يكون مختوم، ولو مش مختوم على الاقل بيروحوا للقاضي ان يعني هو يمضي على ورق التصويت، القضاه بيرفضوا. بشكرك شكرا جزيلا استاذه مها عبد الناصر من غرفه عمليات جبهه الانقاذ الوطني. احنا كمان بنحاول ان احنا نتصل بالساده في غرفه عمليات حزب الحريه والعداله لنستمع لوجهتي النظر واهم الامور اللي تم رصدها من خلال غرف العمليات المختلفه. طيب معانا اسلام مره ثانيه من طيب خلاص فقدنا اسلام مره تانية من اسيوط، ولكن يبقى الخبر كما قراناه. دكتور شبكي، يعني في ظل كل هذه الامور اللي حضرتك ذكرتها واستعرضتها، في مستقبل يعني شئنا ام ابينا الايام قادمه ولدينا استحقاقات قانونيه وسياسيه ومجتمعيه واقتصاديه يجب ان تكون موجوده ويجب البدء فورا في البناء والاستمرار في إدارة أمور البلد. كيف من الممكن تصور العلاقة ما بين الشعب المصري كله واحنا النهاردة بنشوف أسر انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، مع الدستور وضد الدستور، مع الرئيس وضد الرئيس، تطورت للأسف لقطيع، تطورت إلى دماء، تطورت إلى ضحايا. إزاي ممكن يكون في مستقبل لبناء؟ ومن أين تأتي المبادرة؟ المبادرة لإعادة يعني الصف لوحدته مرة تانية. يعني طبعا لازم في البداية يبقى كل الأطراف عارفة أنه يعني محدش هيصحى الصبح كده ويلاقي مثلا مصر من غير إخوان أو من غير سلفيين أو من غير ليبراليين، يعني أو من غير مسيحيين. أنه لازم كل واحد يبقى عارف أنه دول شركاء في الوطن، وان احنا يعني هنفضل مع بعض، ولابد ان احنا نشوف صيغه للتعايش. ولكن اسمح لي دكتور الشبكي، وطبعا بعد الاشاره الى يعني اطول طابور شفناه حتى اللحظه من اول اليوم، المعادي منوره بستاتها الحقيقه، يعني طابور طويل جدا وتوجه كبير من سيدات، وشايفين طبعا يعني اشكال وفئات مختلفه وبالتالي توجهات مختلفه في المعادي وامام احدى لجان السيدات بمنطقه المعادي. يعني اثناء اللجنه الاخيره اللي من خلالها تم تمرير الدستور والتصويت عليه من قبل الأعضاء، يعني سيادة المستشار حسام الغرياني، وربما هذه من ضمن الجمل والكلمات التي يعني استوقفت عندها كثيرا وآلمت الكثيرين، كان يتحدث عن إحدى المواد وكان يوجه حديثه لدكتور العريان، فبيقول له أنا مش بشرح لك يا دكتور، أنا بشرح لشعب مصر اللي هيستقر يعني بالحياة في مصر. البعض رأى أنه من يقبل بهذا الدستور، من يقبل بما جاء في هذا الدستور فليعيش في مصر، ومن لا يقبل به فالأبواب مفتوحة أمامه على مصراعيها، وكأنه مصر ستكون لفصيل ضد آخر، والبعض يرى فيها يعني تطبيق لما كان يقال في وقت غزوة الصناديق، وأحد الشيوخ اللي كان بيتكلم اللي مش عاجبه يروح كندا أو أمريكا. ده طبعا للأسف يعني طريقة تفكير أو تصريح وطريقة تفكير غير مقبولة ومرفوضة. وزي ما احنا قلنا في البداية انه في النهاية التنوع ده جزء من سمة اي مجتمع، فيش مجتمع هيعيش بلون واحد ولا بفصيل واحد،
يعني ولا احد يجب ان هو يقول ان يوم ما نيجي نكتب دستور يبقى على مقاس التيار الليبرالي. مصر فيها ليبراليين ويساريين وفيها اخوان وفيها سلفيين، دولت المفروض هم شركاء في الوطن، واحنا بنحط الاساس اللي يخلي التنافس، حتى بلاش اقول الصراع، التنافس السياسي بيننا، تنافس يحكمه الصندوق الانتخابات واليات ديمقراطيه مش الدماء ولا المواجهات اللي شفناها. وانا رايي انه يا ريت النخبه السياسيه والقيادات الاحزاب تتعلم من طريقة الشعب المصري المتحضرة ووقفته قدام الصناديق. احنا شفنا حالة الاستقطاب ايام انتخابات الرئاسة كانت وصلت ازاي والاتهامات، وكنا بنشوف الناس واقفة في الطوابير سواء اللي انتخبوا الفريق احمد شفيق او الدكتور محمد مرسي، وكانوا بيتعاملوا في الغالبية الساحقة من كل اللي جان بشكل متحضر، ولا حد كان عارف ده هيصوت لمين او هيختار مين. انا اعتقد انه حتى المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي في المعادي وممكن هنشوفه ان شاء الله يتكرر في باقي اللجان بيدل على انه في النهاية المجتمع المصري يعني عنده استعداد ورغبة للتعايش. عايزين نحط طوله الإطار الدستوري والقانوني اللي يخلي إدارة التعايش ده والتنافس السياسي يتم بشكل سلمي. ودي مسؤولية كبيرة جدا على الأولى على مسؤولية من في الحكم، هناك أيضا مسؤوليات تتحملها قوى المعارضة، وإن احنا هنبقى قدام استحقاقات جديدة منها انتخابات البرلمانية، وهنا القانون لابد إن هو يمر في هذه الحالة بالتوافق وقانون يبقى معبر عن الجميع، وإن احنا عندنا رئيس منتخب مدته 4 سنوات، وبالتالي على القوى السياسية المختلفة إنها تحرص إنها تدخل في انتخابات البرلمان. إنها احنا طبعا مش عارفين نتيجة الاستفتاء ايه، أنا رأيي هي أكتر يعني فيها جزء معركة بين نعم ولا، بس هي فيها جزء أكبر بين ثقافة نعم اللي من ده وبين لا المعارضة. ثقافة نعم لم تتغير، يعني شايف أنا رأيي اتغيرت، اتغيرت، لكن هي الثقافة دايما بتتغير أبطأ من الإجراءات السياسية. ثقافة أي مجتمع وبما فيه ثقافته السياسية بتاخد وقت أطول. أنت ممكن تجدي مجتمع لسه فيه في أمريكا ناس عنصريين، لكن دولة القانون والمؤسسات سمحت أن أوباما يبقى رئيس الجمهورية، رغم أنه أكيد فيه عنصرية لازالت موجودة. صحيح. في الولايات المتحدة إحنا محتاجين نعمل دولة قانون ومؤسسات من خلال إجراءات قانونية ودستورية واضحة. وأكيد الثقافة السياسية مع الوقت بتتغير بشكل أبطأ. يمكن المقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي ربما كان هناك في زيارة ليها دكتور عصام الأريان وسيد عصام الحداد، يعني المقارنة يعني ربما تأخذنا إلى توضيح أنه لولا أنه الدستور الأمريكي هو دستور توافقي بالأساس وليس مبني على فكرة الأغلبية، لديهم اليوم رئيس من أصول أفريقية، ولدى الأمريكيين من أصل أفريقي كل الحق في أن يعيشوا ويحيوا بكرامة مثلهم مثل أي أبيض أو أي لاتيني أو أي صاحب جذور مختلفة. لو ترك الدستور لفكرة الأغلبية والمغالبة أعتقد أنه معظم الشعب الأمريكي كان سيكون ضدها. طيب اسمحوا لنا نروح للمعادي وهذا المشهد المهيب وزميلة فسنت شحاتة. فسنت، احنا شايفين وراقي أطول طابور شفناه حتى اللحظة من الساعة 8 لغاية الساعة 11:10. ده حقيقي يا أستاذة دينا، يعني الطابور بنفس الشكل زي ما يكون الناس ما بتتحركش، لكن الحقيقة انهم بيتغيروا مع الوقت، بيدخل أعداد كبيرة علشان تدلي بصوتها وبيعود آخرين منتظرين منذ الصباح الباكر، منذ 7 صباحا حتى قبل أن تبدأ اللجان عملها. بعض السيدات المتواجدات يقولون أنهن يعني يعتقدن أن الوقت لن يكفي حتى 7 وأن
انها ان اللجنه قد تمتد لما بعد ذلك. كمان يعني استاذه دينا مش مجرد شكل الطابور والحشد الكبير الموجود، هم كمان ليهم فكر وراي وعندهم وعي كامل بحقوقهم وازاي يتعاملوا مع اللجنه. ويعني كتير واحنا واقفين لاننا نتابع من الخارج بسبب منعنا من دخول اللجان، كانوا بيخرجوا من اللجنه يقولوا يوعوا الناس ويقولوا لهم اتاكدوا من الختم موجود بتاع اللجنه، يا جماعه يا ريت تاخدوا بالكم علشان لو كان في اي حاجه حسيتوا بيها لازم تبلغوا. كمان كتير كانوا بيخرجوا من جوه يقولوا لازم من حقكم انكم تسالوا القاضي لو تشككتوا في شخصيته، انكم تشوفوا كارنيه القضاء بتاعه، كذا حاجة. يعني هم عندهم دراية كاملة، وكل اللي جم بعد قراءة الدستور وبعد ما حكموا عليه من الناحية الموضوعية، وزي ما احنا شايفين هم أعداد كبيرة جدا وكلهم من أعمار سنية مختلفة، وكذلك من أي نوع من أنواع المشاحنات أو المشادات، ولا الأمر بيسير بهدوء؟ هل لاحظتي مثلا أي محاولة لإقناع واحدة للأخرى بلا أو العكس بنعم؟ اطلاقا اطلاقا. دي مشاهد غابت تماما عن المشهد هنا. الكل جاء بعد دراسته للدستور وابدى رايه بدون اي تدخل من احد. ما فيش حد هنا بيقول انت لازم تقول او لازم تقول لا، ما فيش حد بيدخل في الاختيارات اطلاقا، حتى ده على الاقل اللي قادرين نرصده من الخارج. فما فيش اي تدخلات اطلاقا، حتى لما بسالهم هل هناك اي تدخل، هل هناك محاولات للتاثير داخل اللجان، فجميعهم رفض، قالوا ما حصلش اطلاقا. يعني أشكرك شكرا جزيلا زميل العزيزة بسنت شحاتة من أمام إحدى لجان السيدات في منطقة المعادي. في أقبال وفي وعي وفي احترام للاختلاف. دي أنا أعتقد دي المفروض رسالة للنخبة السياسية، رسالة للي ما هو يعني بيمارسوا تحريض مباشر ويومي ضد مخالفيهم في الرأي، انه فعلا الشعب المصري لما بتتاح له فرصة بيأكد ان هو شعب متحضر وشعب محترم، وده اتكرر على فكرة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لما اختفت تقريبا مشاهد البلطجة والعنف والمشاهد اللي كلنا كنا فاكرينها في انتخابات 2010 المزورة اللي كانت قبل الثورة بأسابيع قليلة، واللي كان بيشارك فيها 3% و4%، لما جت فرصة ان احنا يتعمل انتخابات نزيهة وشفنا يعني سلوك في غاية التحضر. وانا رأيي دي رسالة لينا كلنا، لمن يعني يسمون بالنخبة او من قيادات الحركات السياسية، انه الشعب المصري اكثر تحضرا منكم وعلينا ان احنا نتعلم منه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الشبكي، وبشكركم مشاهدينا، وبعد الفاصل نلتقي بالكاتب الصحفي الاستاذ وائل عبد الفتاح، وطبعا مستمرين في متابعة كل تفاصيل الاستفتاء في لجان مصر كلها في 10 محافظات اللي هيكون فيها الاستفتاء النهارده.